بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين جنات تجري من تحتها الأنهار فليمضض بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يوجبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد.
كثير حق عليه العذاب هذان خصمان
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات من بهيمة الأنعام
المسجد المغفرة بمدينة الإعلام بمحافظة